رمامير شابة من مدينة حلب استحوذ على قلبها حب القطط والحيوانات الأليفة منذ نعومة أظفارها. أين تربيهم وكيف بدأت القصة؟ ستعرفون في هذا التقرير. مديرة مبادرة سلام بحلب، عمري 20 سنة بدرس علم أحياء بجامعة حلب. تمت فكرة المبادرة لما كان عمري 17 سنة، كنت لسه طالبة بكالوريا. لما أنقذت أول قطة بحياتي كانت ضاربتها سيارة، وبلشت في علاجها لما كان عمري 17 سنة، وأخذ معي بعدين موضوع من قطة لاثنين لثلاثة لحتى وصلت أنا لعلاج فوق 800 قطة. مبادرة سلام ما بتقتصر بس على راما ميرعي، في عنا نحن فريق كامل بيتألف من 15 شخص. هذا الفريق هو مهمته الأساسية فقط الإنقاذ. يعني مثلا في كثير ناس بتشوف حالات بالشارع، هي اللي ضاربتها سيارة، هي الوقعانة من مرتفع كتير عالي، بيتصلوا فينا مباشرة، ينزل الفريق بأنقذها. هذا الفريق مهمته الأساسية أنه يودوا الحالات لعند الدكتور والإنقاذ. طبعا ما عدا في عنا جنود مجهولة اللي هي عبارة عن الشغيلة اللي بيشتغلوا هون، هن مهمته الأساسية طعموا القطط، يشربوا ويعالجوا. كان دائما بحاجة مساعدتنا، كنا عم نركض عليها، سواء قطط سواء كلاب سواء حتى طيور زواحف، حتى وصلت معنا نحن للثعالب كمان انقذناهم وتم علاجهم. والحمد لله رب العالمين قدرنا فترة قصيرة ان نكون شعبية كبيرة عند العالم. ما بنكر اول فترة تعرضنا لكتير انتقادات وكتير عالم هاجمت هي الفكرة، بالاخص انه نحن بسوريا وضع البلد ما كان بيخدم هذا الشيء ابدا. بظل هي الظروف اللي نحن عم نعيشها، بظل الظرف الاقتصادي اللي نحن عم نعيشه، بس كملنا بهذا الموضوع برغم الانتقادات العالم القوية علينا. بس الحمد لله رب العالمين، مرة على مرة قدرنا نوصل الفكرة على العالم، قدرنا نوصل انه لا فعلا هاي الحيوانات بحاجة رحمة، بحاجة توعية، بحاجة هاي الاطفال اساسا انه ترحموا، لانه اغلب الحالات اللي عم توصل لعنا هي عم تكون بسبب اذية الاطفال. ياما في عالم تجي عنا زيارات أولادها ما بيدخلوا بيموتوا رعبة خوفانين، لا أنا متقصدة أن أنا أفتح الزيارات بشكل يومي لحتى الأولاد يجي يتقربوا من هدول الأرواح، لحتى يتعلموا أنه هي كمان روح بتحس، هي مثلها مثلكم كمان بتتألم كمان بتنوجع. هلأ نحن ما في جهة وحدة أو حدا معين عم يساعدنا أساساً، جهة معنية بصراحة ما في، أما في أشخاص مزبوط، في أشخاص بتساعدنا، في أشخاص بتقدم مساعدات سواء بأكل سواء بشرب، سواء حتى في ناس بتساعدنا مثلاً بمنظفات بجرر غاز، في ناس بتقدم. بس بصراحة الأدمى الناس ساعدت الأعداد كبيرة، فالموضوع ما عم بيكون كافي بصراحة.